شركة كاليدس الله يسلمك شركة إماراتية 100%. نحن عندنا فرعين، فرع الصناعة الجوية وفرع صناعة الآليات البرية. بالنسبة للصناعة الجوية نحن طبعا عندنا الطائرة بدر 250 تم تصميمها واختبارها وإنتاجها في الإمارات هنا. الآن تم التعاقد عليها أيضا من قبل القوات الجوية، وهي تعتبر طائرة قتال خفيفة. وبالنسبة للآليات عندنا الآلية اللي هي 8x8 اللي هي الوحش، هي عبارة عن ناقل جنود مدرعة أيضا. وعندنا مختلف من الآليات الخفيفة أيضا نفس الشيء، نحن نصمم الآليات هذه ونختبرها ونصنعها، وأيضا تعد حسب احتياج المستخدم بالنسبة للتسليح والمعدات الاستشعار وكذا، لأن نحن في الدولة موجودين هني، فعندنا نملك تغيير التصميم إذا في مثلا متطلبات مختلفة من المستخدم. في اهتمام كبير والله، في اهتمام كبير من دول يعني الصديقة والشغل، وأيضا من دول خارج حدود الوطن العربي، في اهتمام كبير بالنسبة للطائرة والآليات. لكن إلى الآن نحن طبعا في مهتمين جدا بالسوق الإماراتي. افتخر يعني بالنسبة لمثلا صناعة الطائرة، لأن نحن يمكن أول دولة عربية تقوم بالتصميم والاختبار والصناعة. فعندنا أيضا مركز التصميم موجود هنا في أبوظبي، نصمم من الورق إلى الإنتاج، يعني من الفكرة، من هي يعني فكرة إلى الطائرة. هذه طائرة قتال خفيفة، مقاتلة خفيفة. يميزها أيضا أن هي طبعا مصنوعة من الألياف الكربون فايبر، ويميزها جدا هي سهولة التشغيل والتكلفة، قلة التكلفة. لأن بالنسبة للاستخدام يعني الذخائر والمستشعرات وغيرها، هي ما تختلف عن الطائرة الحديثة جدا، أي طائرة حديثة موجودة في السوق. يميز الله يسلمك أن نحن نقدر نكيف هذه الآلية على المتطلبات اللي موجودة عندنا هنا في الدولة أو خارج الدولة. مثلا تغيير تركيب المدفع، مثلا إذا حسب المستخدم، بعض الأحيان ممكن يركب مدفع أو صاروخ أو يركب عليها أو يعملها مثلا يحط فيها رادار أو كذا، نقدر نكيف الآلية من حيث العمليات مثل ما يعني يتطلب المستخدم. نحن في الحقيقة حتى في هذه الظروف الصعبة، لأن هذه المشاركة الثانية في آيدكس، والحمد لله نحن أكبر يعني من كل سنة، ونفتخر جدا في مشاركتنا في هذا المعرض، ونشكر القائمين على هذا المعرض بهذه الظروف الصعبة بالترتيب، يعني في الحقيقة يعني لا يمكن وصفه. يعني مشاركتنا في معرض آيدكس هي المشاركة العاشرة لنا في من ضمن سلسلة معارض آيدكس. المشاركة هاي هي المشاركة الأكبر لنا في الحجم، في عدد المعروضات وفي حجم الشركات المشاركة معنا في تحت مظلة شركة بن هلال للمشاريع. عندنا 15 عارض يعرضون منتجات لأول مرة في هذا المعرض. المعرض هذا يفرق، مشاركتنا تفرق عن المعارض السابقة، هي بحجم الشراكات اللي تم الإعلان عنها والشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم الدعم في دولة الإمارات تفاديا لآثار ظاهرة كورونا. مثل ما تعرف ظاهرة كورونا أثرت على سلسلة الإمداد العالمية، فاضطرينا أن نخلي سلسلة الإمداد محلية، نكثر من حجم المتواجد تفاديا لنقص المخزونات. حاليا نعرض لأول مرة جهاز مكافحة درونز، مضادات الدرونز، ويتميز بأنه جهاز يقطع الإرسال الأقمار الصناعية، ويقدر يعطل عن طريق الليزر. ففي طريقتين لتفادي الدرونز حاليا. سلسلة المعروضات تتكلم بعد عن أجهزة الباراشوت، أجهزة إدارة المطارات عن بعد، بحيث أنه يمكنك إدارة 3 مطارات في نطاق 150 كيلو من ضمن مكان واحد، من مركز مراقبة واحد.
بحيث أنه يتم تقليل القوة البشرية، وخاصة في المطارات التي اللي يكون فيها عمليات الطيران محدودة نسبيا، والمعروضات أكثر من أن نعدها ونحصرها يعني في هذه الدقائق المتاحة. لكن في ثلاث شركات وطنيات من أكبرهن هي شركة AMS، هي شركة مقرها في دولة الإمارات، وتقوم بعمليات تغطي تقريبا 7 دول في الوقت الحاضر. عدد موظفينها بما يقارب 4000 موظف، 400 منهم في دولة الإمارات و 3400 منتشرين في مناطق عملهم. حاليا طال عمرك نغطي 9 دول. يغطي 9 دول حاليا. يغطي في الخليج في الإمارات، السعودية، والجزائر، جمهورية الجزائر، والباقي والخمس دول الأخرى هي دول خارج آيدكس. وجوده بحد ذاته هو إنجاز في هذا الظرف. الظرف هذا يعني كان شيء يعني شبه يعني كان يحتاج إلى جهود جبارة لظهوره بهذا الشكل. نحن في عالم مختلف، في ظل جائحة مختلفة، في ظل جائحة أثرت على كل مناحي الحياة. فوجود من ضمن الإجراءات هاي وجوده في بالإجراءات الصحية، بإجراءات السلامة المتبعة، هو إنجاز جبار. تسعد شركة الإلكترونية المتقدمة المشاركة هذه السنة في معرض آيدكس كأهم المعارض في مجال الدفاع. نشارك هذه السنة ضمن الجناح السعودي تحت مظلة هيئة الصناعات العسكرية، نشارك بأكثر من 14 منتج في عدة مجالات عسكرية كمجال السايبر سيكوريتي ومجال أنظمة الاتصالات وأيضا أنظمة الطائرة بدون طيار ونظام البروتكشنز. تأتي مشاركة هذه السنة كجزء من سياسة الشركة في التوسع في المجالات العسكرية، وأيضا لتحقيق رؤية المملكة لتوطين أكثر من 50% من المنتجات العسكرية بحلول 2030. صراحة نشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة والمنظمين القائمين على هذا المعرض، لأن تنظيم المعرض جاء في فترة يمر بها العالم وهناك احترازات صحية قائمة في جميع أنحاء العالم، ولكن تم تنظيم المعرض وحرصت اللجنة المنظمة والحكومة على اتخاذ جميع الاحترازات الصحية والتنظيم الغير مسبق في هذه الظروف، والحمد لله. والآن تقريبا احنا في ثالث يوم من المعرض ونشوف إقبال يعني كبير من الشركات المهتمة في المجال من جميع مدن العالم، ونشكرهم مرة أخرى. شركة أطلس حجم أعمالها بفوق 200 مليون درهم سنويا، وهون عم نحكي عن أطلس تيليكوم، أطلس الاتصالات، مش مجموعة شركات أطلس. ونحن متواجدين كمان مثل ما حكينا بسوق الإماراتي، طبعا منغطي سوق الإمارات ومنغطي بعض الأسواق الخليجية مثل بحرين، سعودية، كويت، متواجدين فيهم ومنقدم فيهم الخدمات. وأطلس معروفة على مستوى الخليج بشكل عام بأنها هي من أهم السيستم انتجريتر اللي موجودين واللي أخذ ثقة حتى من الموردين الكبار بعالم الاتصالات مثل إيرباص وهارس واللي مثل. والله بالحقيقة آيدكس كان مفاجأة هيدي السنة، يعني بعد سنة كورونا كنا جدا متخوفين من كيف حيكون التنظيم. نحن عم نحكي معرض آيدكس معرض ضخم جدا، بيجي عليه ناس من كل العالم، من جنسيات مختلفة، من باك جراوند مختلفة، من والمشكلة انه تنظيم هيدا العدد الهائل من الناس بمعرض بهيدا الحجم مش شغلة سهلة. بس الحقيقة تفاجأنا انه كل شيء كان منظم مرتب، ما حسينا حقيقة اذا بنشيل موضوع الكمامة ما في شيء يمكن يتغير عن آيدكس الماضي ابدا. بالعكس كان التنظيم جدا جيد، حتى عم نلاحظ انه مثلا العجقة على البوابات المداخل والمخارج كتير منظمة وكتير مرتبة، وهي ما كانت حقيقة حسب التوقعات.